السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيك ديزاين. اليوم ان شاء الله غنخدموا على ديكوراسيون ديال الكاطو ديال العقيقة. اختارينا نزينوا الكاطو ديالنا بسببت ديال بنيتها وسببت ديال الوليد. اختارينا باتا سكر شيبيا لسببت ديال الوليد، باتا سكر غوز لسببت ديال البنية، واختارينا البيض باش نديروا الديكوراسيون الخارجية. باش نصايبوا هاد السببطات غنحتاجوا لواحد الطابع داير بحال هكا فيه 3 ديال الطوابع. هذه كتعطينا السميلة التحتانية ديال الصبيبط، هذا كيعطينا الجنيبات، وهذا كيعطينا لو دوفون ديال الصبيبط يعني القدام ديال الصبيبط ديالنا. اول حاجة غنطلقوا باتا سكر ديالنا الشيبية ونطلقوا الغوزية ونوريكم كيفاش نقدروا نستعملوا الطوابع باش نحصلوا على الصبيبطات. وكنديروا النشا، دائما كنديروا كمية قليلة ما كنكثروش، وكنحاولوا نعاونوا بيدينا باش نسرحوه مزيان. ولا غناخذوا باتا سكر ونحاولوا نطلقوها. غنحاولوا نخليوها غليظه شي شويه باش نقدروا نتحكموا فداك القدام ديال الصبيبط واللور ديال الصبيبط. ملي كتكون رقيقه بزاف كتبقى تلعب لينا في يدينا، ما كنقدوش نخدموا بها. هاد السمك هذا معقول باش نخدمو به، يعني ماشي رقيق بزاف وماشي عاود غليظ بزاف باش الصباط حتى هو يجي حليلو في المنظر. فوالا، بنفس الطريقه غنطلق الغوزيه. مين كنوصلو للسمك اللي بغينا كنحبسو عليها. فوالا كيجي السمك بحال هكا. دابا كناخدو هاد الطويبعات، كما قلت لكم هذه هي السميله، كنجيو كنتراسيوها، غير كنتراسيوها ما كنقطعوش. هذه السميله ديال الصبيبط ديالنا الاول، وهذه السميله ديال الصبيبط الثاني. غنجيو بنفس الطريقه غنتراسيو القدام ديال الصباط، كنتراسيو مزيان باش كيعطينا مين يدوز لينا الكوتور. فوالا بنفس الطريقه كنتراسيو. اللي ما عندوش هاد الطويبعات يمكن له يخرجهم من الانترنت، يخرج التصويره ديال هادو وبهم يتراسي، يخرجهم بابي كارطوني ولا بابي عادي ويحط ويتراسي عليهم بواسطه اداه بحال هكا كوتور ولا هاد الاداه ديال البلاستيك ولا حتى موس. كتعاودوا مورا التراساج اللي درتو. فوالا كتمشيو غير بشويه مع لي بور ديال كل شكل. السميله الاولى ديال الصبيبط الاول، ولا ملي كتكون غليظه كيكون عندنا هاد السمك هذا فين غنلصقوا شي لاخر. ملي كتكون رقيقه بزاف ما كيلقاش شي لاخر فين يشد، يعني الظهر ديال الصباط والقدام ديال الصباط. دونك هذه السميله الاولى. دابا السميله الثانيه كنجيو لهاد البليصه هادي فين كاينه هاد الدويويره، وكنحاولوا ناخذوا شي طابع بحال هكا مدور وكنحيدو هاد البلاصه هادي اللي تراسينا قبل. هادي كتخلينا من ندوزو دوك السيور ديال الصبيب. فوالا كنحصلوا على الظهر ديال الصباط بحال هكا اللي كيجي من بعد على هاد الشكل. فوالا كما كتشوفوا السمك ديما كيلعب الدور ديالو، فهاد الظهر ديال الصبيبط وقف لينا حيت سميك وكان رقيق ما غاديش يوقف. فوالا هاد لي ديتاي هما اللي تيخليو الديزاين يجي مزيان ولا ما مزيانش. فوالا دونك هاد السميله ديجا واجده، نخليوها هكا ايطالي، نكملوا الشكيلات كلهم ونرجعوا. بعد ما حصلنا على هاد الشكيلات بحال هكا، دابا غادي نلصقوهم مع بعضهم. غناخدو الجزء الامامي ديال الصبيبط ديالنا الزرق وغنابليكيو الماء في الحواف ديالو، نبقاو نحكو شي شويه هنا على الباتا سكر باش تخرج واحد التعليكه هي اللي كتلصق لينا جزء مع جزء.
ماشي غير كنجيو نحط الماء وندوز، لا كنخرج واحد التهليك بحال اللي تنحك على كل بليصه باش كنخرج هذيك لاكول اللي فيها. ورا بهذا الشكل هذا غنجي لهاد السميله هذه وغنبدا بهذا الجزء هذا، يعني كنبدا من الوسط، كنميل دابا هاد الصبيبط وكنجي نفيكسي على اليمين ونفيكسي على اليسار، وديما صبعي كيبقى هاز هاد لو دوفر هنا بحال هكا. الا كنتو باغيين ديرو بليغه يمكن لكم غير تبوانتيو بصبعكم هنا وتحبسوا في هاد الحد هذا تعطيكم بليغه. دابا غنجي للجزء الخلفي وغنخدمو من نفس الطريقه، دونك الماء غنابليكيه هنا منين كنخرج هاد لاكول من الباتا سكر. دابا كنجي وكنحاول نفيكسي هذا مع هذا، دونك غندير شويه ديال الماء هنا وشويه هنا، ولا غنجي دابا غنفيكسي صبع هنا وصبع هنا وغنفيكسي، ما كنوركش بزاف باش ما ندخلش في لاباتا سكر، فريمون غير الجهد اللي لاقي ليا دوك جوج الاجزاء. فوالا الجزء الاول شد مزيان، ندوز الجزء الثاني ما كنطلق حتى كنحس بهم صافي لصقوا مع بعضياتهم. الشكل الاولي ديال السبرطات ديالنا كيجي بحال هكا، كيجيو مفيكسين من القدام ومن اللور، فوالا كما تتشوفوا راهم مفيكسين مزيان. غنزيدو عليه دابا غير دي غوتوش صغيورين باش نعطيوه جماليه اكثر. نحاول ندير واحد السميطه هنا واحد لابوند باش تجيني مفينيه مزيان وتجيني على قد هاد الصبيبط، غنقطعها بهذا الطابع. فوالا انا قطعت هو الشكل الاول، دابا غادي نطراسيه نيشان، غنمشي معاه نيشان باش ما يجينيش مايل. فوالا وغنجي لهنا وغنحطو بحال هكا بنفس الطريقه، غنجي لهاد الجزء وغنقطعو بحال هكا باش نجيبو نلصقو هنا. الو غناخد باتا سكر وغندير بحال حريبلات رقيقين بحال السيور. فوالا غناخد جزء بجزء نحاول، من يكون كنخدم هاد الحربول نديرو في نفس التقاده، ما تجيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. داكشي علاش خديت كونتيتي قليله ديال الباتا سكر باش نتحكم فيها، ما يكونش كبير وما نعرفش نتحكم في لاطاي ديالو. فوالا انا كونت دابا السيور ديال هاد الصبيبط والسيور ديال هذا الواجهه ديال هذا والواجهه ديال هذا. غندوز نصايب واحد الديكور هنا كيجي بحال لي تيكيت ديال الصباط. غناخد كوتور ولا موس ونحاول ندير واحد الشكل مستطيل، ندير جوج الاشكال لهاد الصبيبط والاخر. فوالا ونقيس على الصباط ديالي، نحاول نقص منه غير شي شويه. انا غناخد هاد المستطيل اللي درت الاول، غندير شويه ديال الماء هنا وشويه ديال الماء هنا، ما نكثرش باش ما يبقاش يزلق، باش راسي كثرت يمكن لي نقص. فوالا غنجي لهنا غنلصق هاد الجزء في الاول هنا. دابا غناخد هاد الجزء الامامي غندير فيه الماء، ونحاول بنفس الطريقه نبدا من السنتر، نهبط هاد السنتر هو الاول ونجي لهنا ونهبط هنا. دابا غناخد هاد الجراره هادي اللي غتعطيني سميطات متساويين، وغنحاول ناخد جوج سميطات طوال، وحده غندورها على هاد الصبيبط والاخرى غندورها على الصبيبط الاخر. ناخد دابا الجراره وغنحاول نرسم سميطات متوازيين. فوالا غنجي غنكمل بكوتور
الجرارة كتعطيني التراساج، ولكن ضروري نكمل بكوتور باش تجيني لا فينيسيون زوينه. فوالا كنفيكسي بصبعي هاد لا بوند وكنمشي بالصبع الاخر فوالا باليد الاخرى كنمشي مع هاد لا بوند نيشان حتى الاخر ديالها. مره تنعاود نفيكسي غير كنحط صبعي ما كنوركش سينو غنخسر ليها لا فورم ديالها. فوالا ها هو هي لا بوند الاولى وجدات. بنفس الطريقه غناخذ لا بوند الثانيه. من بعد ما شاد راسو فوالا وغنحاول ندير الماء في البلاصه اللي غدوز لا بوند. الطبقه السفليه ديال الصباط ونبقى غادي وكندور. دابا غنجيب هاد السميطه، ديما كناخد المنتصف ديالها هو اللي كنحطو هنا، كنبقى غادية بشويه. فوالا غنجيب لا بوند من هنا ونمشي معاها حتى لهنا فهاد البلاصه ديال الملاقيه وغنقطعها بكوتر بحال هكا ونعاود نقادها نصلحها بيدي. فوالا الوغ الشكل ديال السباب تبدا تيبان. دابا غندير ليه السيور. الوغ السيور غنديرو بوند ديال الماء هكا والبوند الثانيه ديال الماء هنا. غناخد هذا السير اللي وجد الوغ غنحطوه لا بوند ديال الماء الاولى اللي ابليكينا على الصبيبط وغنمشيو معاها حتى للحد ديالها. فوالا غنقطع بالكوتور ونفيكسي فوالا هكا ونرجع هاد الملاقيه بحال هكا. بنفس الطريقه غنجي غنحط الجزء الاول ونبقى غاديه مع لا بوند هي كتفيكسا مباشره في الماء. فوالا وكنجي لهنا وكنقطع وكنفيكسي الطريقه هذه. فوالا كيبقاو لنا هاد التقيبات هادو اللي درنا غنخرجو منهم سير هكا وسير هكا. نقطعو جوج ديال الطروفا مقادين. فوالا دابا غنجي لهاد العوينه هادي وندير شويه ديال الماء فين غيدوز ليا السير ويتفيكسا. فوالا غادي نحط بحال هكا ونجي للثاني ونحطو بحال هكا. نقدر نفيكسي بشي اداه الا ما كانش صبعي يقدر يوصل لهاد البلايص. هذا هو الشكل الاخير ديال السبيبطه ديالنا كيجيو على هاد الشكل بحال هكا. كنحطوهم فوق الكاطو ديالنا للتزيين. كنتمنى ان هاد الحلقه تكون نالت اعجابكم ونتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله. Bop, 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 bop